السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف الأكونكس، وده موقع على النت بيعمل دوكمنت كنترول، بيتحكم في الوثائق بحيث ان انت تقدر تحصل على الوثائق بسهولة، لانه بيضيع وقت كتير في ان انا اعرف فين الوثائق اللي انا عايزها. بلاقي عندي حاجة اسمها دوكمنت ريجستر، هنا دوكمنتس، لو دوست هنا هيبدأ بقى يقول لي دوكمنت ريجستر، في تمبرري فايلز، في ان انا اعمل ابلود لنيو دوكمنت، او ان انا ارفع اكتر من ملف في نفس الوقت، او ان انا اعمل سيرش بس على الحاجات اللي واخده ابروفد او الحاجات اللي فيها مشاكل. فده بيوفر له وقت كتير قوي. ممكن لو انت عارف الرقم بتاعها مثلا تكتب الرقم او التايب بتاعها، فتبدا تختار الحاجه اللي تدور عليها، او الستيتس يعني عايز الحاجات اللي واخده A او B او C او D وهكذا، الادوار، الليفلات، تمام، ريفرنس نمبر، سب سيبلين، الديت رينج يعني من شهر كذا شهر كذا. فبيبقى سهل تحصل على الدوكمنت اللي انت عايزها من خلال الخصائص اللي انت عارفها بسهوله جدا. تقدر تشوف مثلا ايه الحاجه اللي انت عايزها، مثلا في الحاجات الخاصه بالجي ساس او بالليد او هكذا. وممكن تيجي هنا تقول له مثلا عايز ابلود نيو دوكمنتس، فتبدا ترفع الملف، هياخد منك المعلومات كامله بحيث لما تدور عليها بعد كده تقدر تلاقيها بسهوله. يعني هيقول لك لازم تكتب الرقم بتاعها والريفيجن كام والتايتل والتايب والستاتس والديسيبلين وهكذا، بحيث لو في معلومة غلط، تمام. يعني انا ممكن اظبط كده ان لازم يكون في اي وثيقة عندي تبتدي مثلا باول 3 حروف من اسم المشروع، لو مش موجودة خلاص مش هيقبل الملف دوت، تمام. فتقدر تحط قيود للموضوع دوت.